السلام عليكم تلاميذ الصف الرابع. درسنا اليوم اللغة الإنجليزية Activity Book Unit 2 Lesson 6 on page 30-31. Read and match. نقرأ هذه الكلمات ونضع الأرقام في الصورة المناسبة. هاي من أخذتوها؟ أخذتوها من هاي الصورة اللي بالبيوبول. زين، أعطاني mountains، خلي هوني 1، village 2، desert 3، 4 lake، 5 stream، 6 field، 7 oil field، 8 city، 9 river. انتبهوا عليها، قلت لكم احفظوها هي واملاء ومعانيها. انتبهوا هوني هم عندنا write the missing word. اعطاني كلمات big كبير، high عالي، green أخضر، long طويل، bright جاف. طبعا هاي من الأسئلة المهمة اللي تجي بالامتحان. أشون راح نعرف؟ نعرف من معنى الجملة. There is farah field with some cows. ما دام عندنا fields هو الحقل، فأشون لازم يكون green، بنخلي green. فأشون نقول there is a green field with some cows، يعني يوجد حقل أخضر مع بعض الأبقار. Number two, there is Farah mountains with snow at the top. At the top العفو. ما دام هو mountains فش نخلي high، يعني يوجد جبل عالي مع ثلج في القمة. Number three, there is a hot Farah desert. الديزرت شو كنا نقول؟ هي hot حارة وجافة، إذا نخلي dry. Number four, there is Farah river with lots of fish. بالنهار يوجد سمك، فأشنو هو هوني الكلمة المناسبة؟ long. من أخذت هاي الكلمات؟ من هوني. long river with lots of fish. there is Farah city with lots of car and people. المدينة إيش بيها؟ من نأخذ الكلمة المناسبة؟ من هوني. big. there is a big city with lots of car and people، مع الكثير من الناس والسيارات. تنتبهون عليها، هاي من الأسئلة المهمة اللي تجي بالامتحان. هم أجيب الكمية نصا، وهاي الكلمات تخلوها بداخل الفراغ. إلى هون ينتهي درسنا لهذا اليوم. انتبهوا على الملاحظات اللي على أقولها.